دون سابق إنذار تفاجأت صحيفة السودان بإيقاف موقعها الإخباري على الإنترنت. القرار صدر من نيابة جرائم المعلوماتية إلى جهاز تنظيم الاتصالات بإغلاق الموقع للمرة الثانية في أقل من عام. محاولاتنا الحصول على موقف لنيابة جرائم المعلوماتية لم تكلل بالنجاح بسبب الصمت الحكومي والرسمي. لم يتم تقنيا حد الموقع، لكن المبادرة نفسها واتخاذ مثل هذا القرار يعكس بوضوح نوايا الانقلاب والانقلابيين، التلاعب بالقانون وحجم العبث الذي يدور في دهاليز الدولة السودانية. بحسب أوساط صحفية، فقد تدهورت أوضاع الصحافة في السودان عقب انقلاب 25 من أكتوبر، رغم وجود قوانين تنظم وتحمي الصحف والعاملين فيها. قمع الحريات واضطهاد الرأي ما يزالان يمارسان على الصحافة والصحفيين، بدءا بإغلاق عدد من الإذاعات والمواقع الصحفية، وصولا إلى الاعتقالات التعسفية التي طالت عددا من الصحفيين، ما يزيد من التحديات التي تواجه نقابة الصحفيين الوليدة. بعد 33 عاما من الاختفاء القسري، عادت نقابة الصحفيين، والتي يعتبر كثيرون أنها خطوة مهمة نحو إعادة ترسيخ الحريات بعد الانقلاب العسكري. أكثر من 57 صحفي تعرضوا للاعتداءات أثناء تغطيتهم للمظاهرات، عدد من الصحفيين والصحفيات تم توقيفهم لساعات، مواقع إلكترونية تم إغلاقها، إذاعات تم إغلاقها، إضافة إلى أنه الآن هناك مشكلة كبيرة جدا في الحصول على المعلومات بالنسبة للصحفيين. حجب المعلومات يرى فيه الصحفيون انتهاكا آخر لحريتهم، لتظل حرية الصحافة في السودان تتناوشها أهواء الحكومات والاستقطابات السياسية في البلاد. وائل محمد الحسن، العربي، الخرطوم.